تعال نشوف ونرجع. ماشي. When I say Trezeguet, I say one of the best player what I see in my life. I don't forget you. When I prepare the game against Kasim Pasha, every time I have afraid about you. But now you are injury. Don't be absent, my friend. You come back with more power, with your very good character. I know, I feel you come back again and you are one of the best player what I see in my life. I think you don't forget me. I am Shumudika, ex-coach from Kayseri, from Gaziantep. Every time I want to work with you, but you have big level and my clubs, he don't have power to take you in my clubs. So I wish you all the best, health, to come back very soon, strong, and I know you come again and you show to everybody who is Trezeguet. ايه رايك؟ لا والله مفاجأة جميلة جدا. الراجل ده بيحبك حب غير طبيعي. انا والله انا اتفاجئت في الماتش، لقيته جاي لي قال لي انا عايز اخد منك التيشيرت عشان عارف ان انا مش هشوفك تاني. ياه. قلت له حاضر وكده، قال لي انا بجد انا 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 مبسوط ان انا اتفرجت عليك وان انا نفسي تكون معايا في يوم من الايام. بس انا عارف ان انا مش هشوفك تاني، فعشان كده انا محتاج التيشيرت. الكلام اللي هو قاله دلوقتي. فطبعا مقدر انت الكلام ده. ما فيش حد كابتن اسلام حاجه حصلت في حياتي مش فاكرها. المواقف اللي بتحصل ديت مش حاجات بسيطه، حاجات انت بتشوف الحاجات ديت انت بتفتكر انت من ساعه ما بدات ومن ساعه الحاجات اللي انت مريت بيها. فالحمد لله الواحد بيسيب ذكرى حلوه مع الناس غير الكوره. بحترم اي حد اكبر مني اصغر مني، هي الحاجات دي كلها اللي بقى. يعني المدرب ده مدرب يعني اللي احنا عرفنا عنه كمان هو مدرب كبير في تركيا دلوقتي، وعنده او كان عنده يعني شغل كويس قوي ان هو يتكلم كده عن تريزيجيه ويقول لك انا عارف ان انت هترجع احسن من الاول وتبقى من احسن لعيبه في العالم. يعني الحقيقه راجل جميل جدا والله. انا لا احنا عاملين لك شويه فجأة لطيفه يعني. انا عارف ان انت هتتبسط. لا مفاجاه جميله والله، وكلام جميل. وانا قد الثقه اللي هو قالها ديت، وان شاء الله هرجع باذن الله، هرجع اقوى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.